الحاشي وعقرناه والبصل وقطعناه، بصلية حاشي يحبها قلبك. تقريبا قطعنا أكثر من 85 كيلو بصل بنزل على الجدر وبدون ماء. شابه شابه يلا حبابي ثقيل حاشي حاشي. بسم الله وننزل البصل وننزل التوابل زيتون الوالي شابه يلا حبابي موجود عيش نبيل عيش مليون راس بصل طبعا في هذا الطبخة يا فتى ما دم تحية غير فتية بصلية الحاج اليوم بيلعب لعب هني عاد تم السالفة خلص بس واس واس كيف بالاستر يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بعده هذا يبغانا بصلية حاشي كامل. طبعا هذا الفيديو لعيون دهران وعبد الله القليصي ونسكر عليه من ساعتين الى ساعة ونص بعد مرور ساعتين ونص نبطل الحبيب خلترك يا ابو ناصر شبك 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 زايد ما شاء الله تبارك الرحمن والحين ابو ناصر مناخذ من مرق اللحم علشان نسوي العيش سير فيه الله تبارك الله وهذا العيش جاهز فيري فيري وهذا بصلية الحاشي جاهزة يا سلام ما شاء الله تبارك الله وهذا شكل النهائي قرمش ايش قال ريال صحيح انه فيري فيري نايس